Emma. هذا المهرجان هو فن القفطان ديجا باسكو تنحاولوا نبينوا القفطان المغربي وحاولنا نديروا هذا لا سانكيام ايديسيون بالضبط مع لا جورني مونديال ديال لا فام باسكو اللي تعرف الجميع ان القفطان ديما ليا المراه المغربيه وحاولوا ان نكبروا بالمراه المغربيه حتى كيتعرفوا ان وراء كل رجل عظيم امراه عظيمه دونك تنحاولوا ولو حاجه بسيطه في حق المراه اللي تتكافح وتتحاول تفرض الوجود ديالها وجات مع لو كافطون دونك حاولنا نديروا بحال هكا وتنشكر مدام بلا جميع الناس اللي حاولوا لا من القريب لا من البعيد اللي تعاونوا معنا باش ننجحوا هذا التظاهر الجديد اللي كاين ان دائما تيكون بلاطو مدينه تكون مدينه جديده وحاولنا نديروها كما قلت لك بلا جورني مونديال ديال لا فام باسكو دائما لي زيديسيون اللي تيداروا تيكونوا في دي دات ديفيرون وكل اديسيون تتكون في مدينه مي بدينا تنفكروا تنشوفوا ان دائما المراه باش تبرز الجمال ديالها بالقفطان دونك فيكو لو تيم ديجا ديال ليفينمون سي لو كافطون دونك حاولنا نديروها مع لا دات ديال لا جورني مونديال ديال لا فام باش تكون واحد اضافه جديده كان بزاف التواجد ديالي في مهرجان المراه كارت دو كافطون وانا دابا في الدوره الخامسه ديالو كنت متواجد قبل في الدوره الثالثه ديالو يعني دابا وخصوصا مع تلم الفنانين الكبار اللي عندهم صيت كبير داخل وخارج المغرب كالفنان الفضيل لطيف عرفات الدوزي ولائحه طويله خصوصا انني كنغني اغاني كتمجد المراه المغربيه يعني كاين ان كونسيبت Pour l'art du caftan, la cinquième édition, pour la journée internationale de la femme. Ana kont farhan kont Aïssam Aïtli, qui est fodel, qui est tahdar ma'ana, parce que عندك واحد la chanson li sejatek, smouha tellement le brique, tellement je t'aime. Donc, elle dit, est-ce que tu peux la chanter fait de l'événement? Outla avec plaisir. Avec plaisir, parce que c'est la journée, donc Sebbal, la journée internationale de la femme. Donc, c'est pour ça que je suis là, pour partager ce moment avec vous, les femmes. Avec, donc, c'est une partie, une part d'y aller, de contribution pour la chanter, la mettre à l'honneur d'Ima Alfort. اليوم كنت تواجد في هذا الحفل بمناسبة عيد المرأة وعيد سعيد لكم كاملين كاع النساء ومع مجموعة الفنانين نتمنى الله ما يدوز حفل زوين ونشطو ويعجب الناس إن شاء الله هذا أول حضور لي أنا في الميراجان ديال المرأة فرحان بزاف جيت سعيد وكنتمنى نكون في أحسن حلة وكنتمنى نساعدوا هاد الجمهور هذا اللي كاين إن شاء الله ديروا لايك وبارتاجوا الفيديو مع صحابكم وما تنسوش تابوناو فلاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد للا فاطمة